ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الخير جايين مع بعض عشان خاطر نعمل مع بعض أجمل شوية رز ممكن إن أنت حضرتك تاكلهم في الحلة بتاعتنا الكهربائية بتاعتنا، تمام؟ طبعا زي ما انتوا شايفين احنا عملنا هنا حمرنا، لأن احنا بنحب الرز بتاعنا يتعمل بشعرية. طبعا اللي مش بيحب الشعرية مفيش أي مشكلة، تمام. وحطينا فيه نسبة الزيت بتاعنا اللي هما معلقتين، لان طبعا احنا بنتبع حمية ولنا معلقتين زيت بس ايه في اليوم، تمام. ويفضل ان هو يكون زيت زيتون بس. طبعا يا جماعة طالما هنعمل زيت هيخش النار معناها، يعني ما ينفعش ان احنا نحط زيت زيتون خالص، فاحنا تعوضنا بيه باللي هو الزيت بتاع اللي هو العادي، مش عايزين نقول اسماء. فالمهم، وعندنا كمية الرز دي طبعا كوباية رز، تمام. والملح بتاعنا والحلة بتاعتنا ان شاء الله. احط الحاجة مع بعضها كده وايه، ونشوف هنحط ايه وعلى ايه وكده. يعني طبعا نحط الشعرية الاول وبعدين الرز وبعدين المية بإذن الله. هنحط الكمية، هنحط 3 مغارف على دولي. دي تقريبا يا جماعة 125 ملي، يعني هنحط 3 كوبايات من المية على الكوباية ايه الرز والشعرية، عشان نعمل حساب الشعرية برضو، لان هي بيقولوا في الكتالوج بتاع الحله ان كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه قصادها، تمام. فنعمل كده مع بعض، نحطهم كلهم في الحله ونرجع لكم بسرعه. كده يا جماعه الخير انا حطيت الرز مع الشعريه بتاعتنا وقلبت ايه تقلبتين كده، تمام، عشان كله يندمج في بعضه والزيت ايه يغلف الرز بتاعنا كله. طبعا الرز ده رز مصري، انا غسلته كويس لغايه لما ميته تشرب، ميه تبقى لونها ابيض، تمام كده. خلاص هو تجانس مع بعضه خلاص اهو. دي كل اللي انا احطه بقى، احط له شويه ملح، تمام، ونعاير 3 كوبايات ميه كده ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين يا دوبك ايه الرز بتاعنا اخد يعني حوالي 3 ملي بس فوقه ميه فوق الرز. يعني انا حطيت 3 كوبايات الا حاجه بسيطه. دي ابو حمزه نص كوبايه، ده معيار نص كوبايه، يعني هي كوبايه ونص ميه. كوبايه ونص ميه؟ طب ممكن تعايرها وتشوفها برضو عشان هي يبقى مكتوب عليها نص كوبايه ميه، هي كوبايه معياريه. يا جماعه هي مكتوب عليها 125 ملي، انا معرفش بقى. كده يا جماعه الخير، بس كل اللي احنا هنعمله باذن الله عندنا نضغط على زرار الريس دوني مره واحده علشان خاطر يبدا. طبعا ادالنا 8 دقائق شغل، تمام، ونشوف ان شاء الله بعد ال 8 دقائق. طبعا احنا عارفين زي الناس طبعا اللي هي بتابعنا ان اللي هي اللمبه اللي المتدرجه دي اللي بتتحرك دي معناها ان هو بدا يسخن معانا ايه الرز بتاعنا، تمام. وعطلنا 8 دقايق. طبعا ال 8 دقايق دولي تشغيلهم او بداية يحسب الوقت بعد ما الحلة بتاعتنا تاخد درجة الحرارة بتاعتها المظبوطة، تمام. والصفارة بتاعتنا زي ما احنا قلنا يا جماعة هتبقى دايما عند ايه الشطفة اللي هي دي هنا، الفتحة تبقى عند ايه الشطفة اللي تحت دي، يعني عشان خاطر تبقى معانا مقفول كده. خلاص شكرا، ما عندناش دعوة بيها، احنا كده قفلناها. ننتظر بقى بإذن الله ايه بعد 8 دقايق نبص على الرز بتاعنا اخبارنا ايه. الخير، وخلص ال 8 دقايق معانا. نبدأ بقى بسم الله كده ايه نفتح الصفارة بتاعتنا، تمام. نسيبها خالص لغاية لما ما عادش يبقى فيها هوا، لأن عمرها ما هتفتح غير لما الهوا ينتهي. طبعا يا جماعه هي قعدت حوالي 3 دقايق، من 3 لـ4 دقايق كده عم سخنت الرز بتاعنا، وكانت عاملاه على الوسط على اللي هو ايه اللمبه اللي في النص اللي هي ايه الحراره الوسط. نلف بقى ايه مع اقارب الساعه كده وبسم الله نفتح ونبص على الاكل بتاعنا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنشوف كده بقى ايه، نختبر الرز بتاعنا. ما شاء الله لا هو استوى، لا استوى كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا جماعه 8 دقايق بالظبط خلصنا الرز بتاعنا. لو عندك اكبر عزومه مش هتاخد وقت، لو انت جايه مستعجله من البيت من الشغل قصدي،
الدنيا هتبقى زي الفل بكل بساطة. 8 دقايق وكمان دقيقتين تسخين، استوى الدنيا هتبقى خلاص، زي الفل. تمام يا ام حمزة؟ استوى خلاص. ماشي. وكده يا جماعة الخير يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. إن عجبكم الفيديو ما تنسوش من دعاكم، وجزاكم الله خيرا وحبكم في الله.